وكم وصيام كل الإخوة المشاهدين منا ومنكم يا أخي. شكرا. إن الحديث عن هذا الموضوع الهام الذي يحتاج إلى ساعات وأيام، لأن يحمل بين طياته هموم ومصائب الشعب بأكمله، وفي أحشائه مجازر وانتهاكات يدنى لها الجبين. ولكن باختصار شديد أقسم هذا الموضوع إلى شطرين: أولا إلى تصريحات نزار وحواراته المتتالية، ثانيا أحكم القضاء السويسري وتبعات هذا الحكم. نقول أولا إن الإنسان بمجرد تقلده لمنصب ومسؤوليات هامة في الدولة يكون ملكا للمجتمع وليس ملكا لنفسه، فالمجتمع هو الذي يحكم عليه إيجابا أو سلبا، فما يقوله نزار عن مسيرته وعن سيرته هو حر فيها، ولكن الوقائع والشهادات تثبت عكس ذلك. فنسأل الرجل: ماذا قدمت من أجل تطوير المؤسسة العسكرية؟ كانت المؤسسة العسكرية تقليدية ولا زالت تقليدية، بل تراجعت عما كانت عليه. وماذا هل طورت من الأسلحة؟ وهل حققت انتصارات ميدانية؟ وهل وضعت خطط استراتيجية حتى تدرس أو تدرس في المدارس والأكاديميات العسكرية؟ ماذا فعلت؟ أما حربه على ما يسمى بالإرهاب، لقد أغرق البلاد في دوامة من العنف كانت في غنى عنها. ولولا حماقة هذا الرجل وجهل هذا الرجل ورفضه لسماع صوت العقل ونصائح العقلاء أمثال بن بلة ومهري والقائمة طويلة، ما وصلت الجزائر إلى ما وصلت إليه، وفقدت المئات والآلاف من خيرة أبنائها. قد يتنصل هذا الرجل من المسؤولية وهو حر، ولكن بحكم موقعه وبحكم تصريحاته، عندما يقول في إحدى التصريحات مستعد لقتل الثلثين من أجل البقاء على الثلث، أو عندما تسأله صحفية وتقول: هل أنت نادم على ما فعلت؟ ويقول: أنا لست نادما على ما فعلت، وإن توفرت نفس الشروط فسأقوم بنفس العمل. هذا الرجل، لأن من شروط التوبة هي الندم، فهذا الرجل لم يندم بعد حتى يتوب على ما قام به أو ما فعله. زيادة على ذلك نسأله على مما اقترفه من مذابح ومجازر جماعية، ألم يشرف هو مباشرة على أحداث قمار بالواد قبل ظاهرة بما تسمى بالإرهاب، قبل أن يظهر بما يسمى بالإرهاب والعمل المسلح؟ رغم هذا أخي عثمان، رغم ما حدث نقول أن المؤسسة العسكرية ليست كلها على شاكلة نزار، فيها رجال مخلصين، فيها رجال وطنيين، فيها رجال أوفياء يحبون الجزائر وكل الجزائريين، يعملون على إرساء الحق وإعادته إلى أهله، لأن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون ملكا للوطن، لا أن تكون ملكا للأشخاص، ولا تكون ملكا بل تكون في خدمة الشعب وليس عكس ذلك، يجب أن تكون ملتحمة مع الشعب ومع تطلعات الشعب وحقوقه المسلوبة. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، حكم القضاء السويسري، فأراه حكما صائبا يتماشى واستقلالية وحرية القضاء، وهذا ما يتقي إليه القضاء الجزائري وللأسف، الذي ما زال أداة في أيادي أصحاب القرار. والدليل على ذلك ما نشرته بعض الصحف على أن مؤخرا هناك أموال قد سلمت لبعض القضاة مقابل مواقفهم من التشريعيات الأخيرة. وأرجو أن تخصص قناة المغاربية موضوعات خاصة بقطاع العدالة. فلو كان القضاء الجزائري مستقلا لرفعت الآلاف من القضايا ضد نزار وغير نزار ممن تسبوا في إزهاق الأرواح وتشريد العائلات. كل هذا يجرنا في الأخير إلى الفساد العام أخي عثمان، إلى الفساد العام، سواء كان على مستوى المؤسسات، مستوى مؤسسة الرئاسة كانتشار المحاباة والمحسوبية والجهوية. وتذكر بعض الصحف احتجاجات بما تسمى بالاحتجاجات الصامتة من طرف بعض الولاة ورؤساء الدوائر إلى المؤسسة القضائية، ويتكلم المحامون وتتكلم نقابة المحامين عن ملف الثراء الفاحش لبعض القضاة وبعض المحامين إلى المؤسسة العسكرية التي لم تسلم من ظاهرة الفساد. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن ينصر كل مظلوم، وأن يعيد الحق إلى أهله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة ويرفع غضبه ومقته عنا، وألا يعذبنا بما فعل السفهاء منا. آمين وشكر، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي العيد. فقط مشاهدنا الكرام، أخي العيد ذكرني بمسألة مهمة، ونحن نحرص في جميع حلقاتنا خاصة في برنامج صدى الشارع وكذلك برنامج الحدث المغاربي ولم لا، نحرص دوما أن نأتي بجميع الآراء في أي ملف نطرحه وفي أي موضوع نطرحه بين أيديكم. بالنسبة لنزار، قيل له لماذا أنت تصرفت بذلك الشكل لما كنت وزيرا للدفاع؟ فقال أنا تصرفت بذلك الشكل لأنني كنت أخاف وكنت أخشى على الجزائر، كنت أخاف على الجمهورية بأن تسقط في أيدي هؤلاء المسلحين، وبالتالي فأنا قمت بما قمت به في تلك الفترة. لكن الذين أتوا فيما بعد وقاموا بتحليل ما قاله نزار وما حدث في تلك الفترة، فترة التسعينات، قالوا إن الجمهورية لم تسقط ولن تسقط طالما أن هناك جزائريين أحرار يحبون وطنهم وهم أوفياء لتاريخهم، وبالتالي فإن الجمهورية موجودة والدولة موجودة. لكن الذي هو ليس موجودا هي قيم الجمهورية التي تقوم في أي مجتمع موجود من مجتمعات كالتسامح والعدالة الاجتماعية. وكذلك لاحظ الكثير من الحقوقيين في الجزائر أن نسبة الفقر تزايدت وارتفعت نسبتها في المجتمع الجزائري، كذلك لاحظوا بأن نسبة البطالة ارتفعت كثيرا، كما لاحظوا أيضا بالنسبة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية لاحظوا عنها بأنها ازدادت تراجعا مقارنة بالطبقات الأخرى في المجتمع. فالأغنياء ازدادوا غنى في الجزائر والفقراء ازدادوا فقرا، وليس هنالك طبقة في الوسط. إذن هذه المبادئ التي كان يتكلم عنها هؤلاء الناس، مبادئ الجمهورية، في الحقيقة ليست موجودة في الواقع المعيش مثل ما يذكر هؤلاء المراقبون وذو أو متابعو الشأن السياسي في الجزائر خاصة في هذه الأيام الأخيرة. الآن أحيط أو أعطي الكلمة لأخي رزقي من الجزائر. نعم أخي رزقي. السلام عليكم الأخ عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله. صحاب طوركم. وانت زاد أخي، تفضل. يا أخي والله يعني اليوم راح نتكلموا على شخصية نقدر نوصفها بأنها فرعون هذه الأمة، ولا أبو جهل هذه الأمة، ولا بينوش هذه الأمة. يعني شخصية لأفرطت في القتل وأفرطت بالمباهات بالقتل، يعني راح يتباهى بوش دار هكذا. على كل حال أنا هذا الشخص هذا يا عرفته كان في عمري 18 سنة، الآن راح في عمري 42 سنة. عرفته يعني أول مرة نسمع به في أحداث أكتوبر 88، كان هذاك الوقت في عمري 18 سنة، وخويا كان صغير عليا في عمره 17 سنة. قلت لك يعني هذاك الوقت في أحداث أكتوبر كنا صغار، تصور باللي أنا كنت مع الصباح نضنا مع الصباح نقصر مع أخويا صغير، نتبادلوا أطراف الحديث، نضحكوا، نديروا طوايش هكذا بيناتنا. أوب يجيني خبر باللي خويا مات في بن جراح، ضربوه بحبة للرأس في بن جراح، وكان هذا الجنرال هذا المجرم هذا هو اللي كان حاكم هذاك الوقت الجيش. كل حالة راح نحوس على خويا، فعلا لقيت خويا في عمره 17 سنة ضربوه بحبة للرأس. هذاك الوقت ما كانوش يتيروا بالكليمونجان، كانوا وحتى خادم الزار ما كناش نعيطوا له خادم الزار، كنا نعيطوا له خالد الجزار بهذا اللفظ. يعني في 88 يعني منذ تقريبا 30 سنة كنا نعيطوا له خالد الجزار، ما كناش نعيطوا له خادم الزار. إبا أخويا في عمره 17 سنة ضربه بحبال الراس، رح نحوس عليه. يعني لحقت حتى لما كان لقيت الدماء، لقيت الدم سائل في بن جراح، قالوا لي هذا الدم تاع أخوك، وأنا قلت لك كنت صغير. كيف جراوا مورانا لابوليس، زادوا ضربوني أنا ثاني بحبال الرجل، ورفدوني داوني السبيطار. سمعت بخويا باللي مات وانا في السبيطار، يعني تاثرت تاثر كبير. كنت هذاك الوقت طالب في الثانويه، كنت نقرا في ثانويه مسلم محي الدين في لوساندي، يعني بالك كيما هبلت ولا ما على باليش كيفاش حتى شديت روحي هذاك الوقت. يعني شوف هذاك الوقت والله الذي لا اله الا هو غير ما كنا نسمعوا لا بالشيخ عباسي ولا بالشيخ علي بن الحاج، هذا اللي راه يقول عليهم دوكا هو إرهابيين ومعنا باليش، وما كناش نسمعوا قاعد هذ الأشخاص هذا. يعني لما حتى الشعارات اللي كنا يعني ناديو بها ما هي شعارات إسلامية. أنا نشفى كنا صغار، كانت أزمة اقتصادية ماشيين في المونوبريات كذا، نمشي ونعيطوا سمعوا يا ناس. ف
طاب حجره ما كاش، بشعارات يعني اجتماعيه، مطالب اجتماعيه، عاملونا برصاص وحنا صغار، وحنا صغار وحنا شباب يعني في مقتبل العمر، طالبه في الثانويه، ولا خويا كان ستاجور ميكانيسيان كان خرج من اللي يكون كاتريام اني مويان وراح دار ستاج تاع ميكانيسيان، يعني شوف المجرمين هذو واش يديروا، يعني من بعد يبرر انه العمل نتاعو من اجل حمايه الجمهوريه، قتلنا وحنا صغار من اجل حمايه الجمهوريه، على احنا واش كنا نديروا؟ كنا رافدين سلاح هذاك الوقت، ما كنا دايرين والو، صح هذا شيطان هذايا، هذا يحق فيه قول الشاعر: وكنت امرؤا من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى اصبح ابليس من جندي. هذا اخطر من الشيطان، هذا دار وش 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 ما دارش ابو جهل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذايا، هذا يدعي انه منا وما هو بمنا وما هوش منا، وهو من حزب فرنسا ومن الجماعه اللي كانت تقاتل مع فرنسا ومن الجماعه اللي قتلوا المجاهدين وهم بداوا يخرجوا خرايطهم. هاو خو المجاهد عباس الغرور هاو غير كيما صرح يعني في فيديو اللي تخبر تصريحات يعني نابيه، تصريحات عليهم على هاد المجرمين اللي قتلوا بن بولعيد وقتلوا عميروش وقتلوا صفه وتقريب كاع رجال الثوره. طيب اخي رزقي بارك الله فيك، اخي رزقي ربما سنعود الى هذا الملف مره اخرى، اعرف ان هذا الموضوع عنده تشعبات وعنده فروع كثيره، لكن في الوقت نفسه انا اشكرك جزيل الشكر على مداخلتك الطيبه. فقط انا اريد ان اشير الى ان رد الاخ رزقي على خالد نزار، وهو يدري كذلك بحديثه في هذه الحلقات الممرمجه له مع احدى القنوات الجزائريه هناك، قال بان الاسلاميين هم من وراء احداث اكتوبر. ها الاخ كان شارك فيها ويقول نحن كنا نردد شعارات بعيدة كل البعد عن الشعارات الإسلامية، ولم يكن هناك ولا إسلامي في تلك الأحداث، وهذه كلمة حق لها الأخ. بل للتاريخ فقط نقول إن الإسلاميين في الجزائر العاصمة هم من أخمدوا تلك الأحداث، هم الذين تم اللجوء إليهم لإطفاء تلك النار المشتعلة في ذلك الوقت اللي هي في أحداث 8 أكتوبر أو 5 أكتوبر 88 900 و1000، وهذه هي الحقيقة التي حاول أن يبرزها خالد نزار بطريقة أخرى لإحدى القنوات. الآن أحيل الكلمة للأخت وسيلة عبر خدمة سكايب، تفضلي الأخت. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عثمان صحاب طارق. وأنت زادة تفضلي. لك الفضل. نبدأ منين خلص الأخ رزقي؟ أيوة. لأنه ذكرني بتصريح كان قاله الجنرال خالد نزار. نعم. وقت ما قال في أحداث أكتوبر أنهم اضطروا إلى استخدام الرصاص الحي بدل الرصاص المطاطي، لأن الرصاص المطاطي في هذاك الوقت خلص. هذا يعتبر اعتراف منه يعني بالجرائم اللي كان هو قام بها في أحداث أكتوبر. يعني رسميا هو قاتل 500 شخص، يعني هو هذا في أحداث أكتوبر. الحديث في العشرية السوداء إذن راح يكون أكثر وأكثر. احنا نقولوا برك احنا في قسنطينة عندنا 1000 مفقود حالة موثقة تم التصريح بها على مستوى الأمم المتحدة على مستوى الفريق المكلف بالاختطاف القسري. إذن هو أيضا متسبب في اختطاف واختفاء 1000 مواطن من ولاية قسنطينة، أتحدث فقط عن ولاية قسنطينة. نعم. ناهيك عن 48 ولاية. الأمر لا يخص فقط خالد نزار، ولكن يخص كل المسؤولين في تلك الفترة، بمعنى جنرالات المناطق العسكرية كلهم، مدراء الأمن أيضا مسؤولون على ما حدث. بالنسبة لاتهام بعض العناصر كما جاء في ميثاق المصالحة أنها تجاوزات لبعض أفراد الأمن، أنا أعتقد أن الفرد الأمن لا يمكنه أن يقوم لوحده بجرح بسيارات فيها. أنا نتذكر في حالة أخي مثلا كان كاين لداخل البيت 13 عنصر قاموا باختطاف أخي، وقاموا بعملية لأنه في ذات اليوم تم اختطاف 6 أشخاص. لا أعتقد أن رجل أمن يناض وحده يقرر يأخذ قرار ويخرج ويجيب شاحنات وحافلات وقوات مدججة، كانت قوات لسيرفيس سيكوريتي، لأنه حسب الهيئة يعني حسب الهندام اللبسة نتاعهم كانت للقوات الأمن العسكري. دونك هادو باش تحركوا تلقوا أمر من المسؤول. احنا لن نتابع شرطي أو دركي أو جندي بسيط تلقى أمر قام بتنفيذه. المتابعة تكون في حق المسؤولين الكبار من شكلة خالد نزار، وهذه تعتبر بداية نحمد الله عليها. نقول فقط سي عثمان لك كان سمحت لي كلمة. تفضلي. كاين ناس يظنوا بلي متابعة سي نزار في الخارج عمل غير وطني. نقول لهم للأسف احنا كنا نتمناو
انه ملف المفقودين ولا ملف العشريه السوداء ولا ملف احداث اكتوبر، ولا كما قال الاخ ابراهيم من بلجيكا الحديث عن كل تاريخ الجزائر كنا نتمنى انه يحدث بيننا كجزائريين، نقشوا في بعضنا، نحلوا في بعضنا، لكن ما دام الابواب موصده نحن مضطرون اضطرارا، لسنا مخيرين، مجبرون اخاك لا بطل. اذا متابعه هاد الناس في الخارج ضروره.